اللي عنده واحد الخصوصية باعتباره أنه يضر بالصحة العامة ديال المواطنين. هذا واحد السيد عنده شركة، يعني كيختار واحد المنتوج اللي هو تجميلي من بين المنتوجات اللي تقوم بصناعتها وتسويقها، اللي تقوم بالصناعة ديالها. ومن بين هذه المنتوجات اللي تقوم بالصناعة ديالها واحد المنتوج اللي مؤخرا تعرض إلى التقليد والتزييف من طرف أشخاص بالدار البيضاء. الشركة تتوجد بمدينة فاس. بمجرد ما أن أشعر الممثل ديال الشركة أو الشركة بأن المنتوج ديالها اللي هي خسرت عليه أموال باهظة فيما يتعلق لا الاختراع ولا الطباعة ولا كل شيء ولا الإشهار، من أجل أنه اكتسب واحد الشهرة في يعني كبيرة، وأنه تقوم بالتوزيع دياله ماشي غير في داخل المغرب حتى خارج المغرب. وهذا المنتوج يعني من بين المسائل اللي هذا هو أنه تيصلاح لي سيكاتريز باش كيزولهم، إضافة إلى أنه داك الحب الشباب ولا كذا، أنه يعني عنده واحد التأثير مهم ومزيان على صحة الإنسان. هاد الناس هادو ديال هاد اللي في الدار البيضاء شنو داروا؟ قاموا بتقليده بطرقهم الخاصة، بحيث أنهم هي شبكة، يعني قلدوا لومبالاج، قلدوا داك اللي بداخل الكرتون، قلدوا المنتوج اللي هو بداخل داك البضاعة. تعريض حياة المثير للخطر. إذن حنا بمجرد ما أننا تقدمنا بالشكاية للسيد وكيل الملك لدى محكمة عين السبع، في الحقيقة من هذا المنبر أشكره الشكر الجزيل. علاش؟ لأنه أعطى لهذه الشكاية واحد الأهمية قصوى، لأنه باعتبارها أنها كتمس بالصحة ديال المواطنين، وبالتالي أعطى تعليماته على الفور إلى الشرطة القضائية بالحي الحسني التي قامت بالواجب، وفي الحقيقة ماشي غير الواجب بل أكثر من ذلك، بحيث أنه قامت بجميع الوسائل والطرق من أجل ضبط هذه العناصر. إذن اهتديت إلى العنصر الأساسي اللي هو الآن تقدم إلى السيد وكيل الملك، واللي تم الاعتقال دياله، والجلسة إن شاء الله غادي تكون نهار الاثنين يعني في 12 ونص باش يدوز أمام المحكمة. هما لحد الآن حسب علمي كاين جوج أو ثلاثة. كاين هذاك اللي كيصوب له داك كيقول لك هو التخليطة، بمعنى أنه كيصوب له داك المعجون اللي كيديروه في اليوتيوب. كاين مطبعة اللي كتصوب الغلاف اللي هو باش مغلف هذاك اللومبالاج، وكاين مطبعة أخرى، كاين مطبعة في الدار البيضاء وكاين مطبعة في أكادير، اللي مختصة في داك ليتيكات اللي كتلصقهم على هذاك اللي بداخل اللومبالاج. لحد الآن لا نعرف، هو في القانون يعني هذا الشيء مجرم، وكيمشي في إطار تقليد أو تزييف مواد ذات يعني براءة الاختراع ومسجلة، هذا هو الأصل. كاين شي ضحايا؟ لحد الآن كيتوافدوا علينا على الشركة بعض الضحايا، من بينهم جوج لحد الآن اللي هو تأثروا بهذاك المنتوج المقلد اللي عطاهم انعكاسات سلبية على صاحب الشركة الأصلية. بيان سور، لأن حتى هذا السيد هذا دابا اللي تيقدم يعني خدا الموقع ديالو، الموقع ديال هذا الخاص، وهز داك المنتوج وكيدير له إشهار عن طريق مشاهير اللي هو مأدي عليهم أثمنة كبيرة للشركة يعني الأصلية، وهزهم من داك الموقع وحطهم في الموقع ديالو والتليفون ديالو، وتيقول لهم على أن هذا المنتوج راه كيصلح لكذا وكذا ومهم وهذه وهذه، وتيظهر على أن المنتوج الأصلي هو اللي كيبينه. ولكن ملي كدير الطلبية وكتوصل به، كيتوصل به عن طريق شركة التوزيع بالمنتوج المقلد، وهذا هو اللي خطير في الأمر. تمسح المنتوج؟ نعم المنتوج تمسح من السوق؟ بطبيعة الحال، على أنه وي يعني الضابطة القضائية أو الشرطة ديال الحي الحسني انتقلت للدار ديال داك السيد اللي كيقوم بصناعة أو هذا المنتوج المقلد، وحجزت جميع البضائع اللي كانت موجودة عنده، وثاني انتقلت إلى درب السلطان الأسواق اللي ربما من تما يعني حجزت داك الشيء كامل. لحد الآن بالتفصيل ما عارفش الملف يعني بالتفصيل فيما يتعلق بهذه المسألة،
ولكن راه تم الحجز ديال جميع الماده المزوره وجابوها للسيد وكيل الملك هذا اليوم هذا من اجل الاتلاف ديالها. حنا عاد غنديروا خبره طبيه، حنا لحد الان غادي نهبطوا لمدينه فاس وحصلنا على المنتوج المزور وغادي نعرضوه على الخبره الطبيه من اجل معرفه مدى الاضرار الجسمانيه اللي ممكن انها تخلفها الاليه والمستقبليه. لان الاضرار الماديه للشركه، اما الاضرار الماديه للشركه هذيك حديت ولا حرج، لان انتم كتعلموا تتعرفوا على انه ملي كيتواصل الى علم اي مواطن اللي هو عنده ثقه بذاك المنتوج وكيقتنيه وكيصبح على انه مزور، راه بطبيعه الحال على انه ما كيبقاش يثقوا حتى فيما يتعلق بالمنتوج الاصلي، وبالتالي شيء طبيعي على انه هذا غادي يخلف واحد الاثار كبيره ماديه على 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 الشركه. ولكن انا كنعرف على ان الشركه عندها كفاءه كبيره فيما يتعلق بهذه المسائل، وغادي تحاول تصدى لهذه الامور بجميع الوسائل، سواء عبر الوسائل الاتصال، سواء عبر الاشهار، سواء عبر المواطنين، سواء هذا هو ما كل ما في الامر. قول لي استاذ، القانون كيجرم ماذا؟ شحال تقريبا العقوبه كتوصل؟ هو لحد الان حنا مازال ما عرفناش المتابعه بالضبط، ولكن زيف العلامه التجاريه وهذا اقصى العقوبه هي 6 شهور. وتعريض حياه المواطنين للخطر. ولكن اذا كانت هناك اضرار ناتجه على هذاك المنتوج واللي تقدموا للمحكمه، العقوبه تتولي شكل اخر. واش تحول الجنايات؟ ومعلوم تحول الجنايات، لان علاش؟ لان الاضرار الجسمانيه اللي ربما يتاثر بها هذاك اللي استعمله، ربما تكون عندها مثلا، نعطيك مثال بحال دابا مثلا احمرار في الجلد، ربما يكون عادي، ولكن اذا كان هذا المنتوج ربما ينتج عليه شي امراض خطيره مثل السرطان ولا كذا، هنا العقوبه غتكون كبيره من طبيعه الحال. هذا ما يمكنناش نعرفوه. الاجراء اللي قام به وكيل الملك هذا الصباح من بعد تقديم ديال الضنين. هذا الصباح السيد وكيل الملك مشكور، خصوصا في السيد النائب اللي مكلف بالمسطره، هو متخصص في هذا المجال، ودقق في امور اللي بطريقه احترافيه، بحيث انه عرضنا عليه المنتوج المزور والمنتوج الاصلي، ولاحظ على انه فعلا على انه وقف على انه هناك تزوير وتقليد وتزييف لهذا المنتوج. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.